الله يصبحكم بالخير جميع. طبعا تعرفون السناب يا جماعة ما يلحق أسر إلا الآخر الليل، لكن إن شاء الله آخر الليل تجي الدواهي يقولون. الحين السناب غازي. اسمع السروات اللي بعد سنابي على الحرم إني ما أذكر إلا أشياء ببنسي. يا حية تجي موية معنا كب غازي. يا بدر التريلات تطلع على جنب. ما في فقرة في سناب غازي فجريات. إيه. عند سنابك كله فجريات. ابو فارس الله يصبحك بالخير. مرحبا بالنور جميعا. في سؤال في خاطري ودي اسالكم اياه اذا ما يضايقكم يعني. لا لا ما دام جاء وقتنا يعني اذا ما يضايقكم نسولف على طبيعتنا وعلى سجيتنا والناس مستمتعين معنا. اقدح يا ابو الله يسعد هذا احراج فكنا منه. لا لا ما في احراج ان شاء الله. من ابو بنت الديره السؤال يقول السلام عليكم. سلام. لا الواصل عشرة ريجيل ما فيكم رجال يقول اقلط نبن عزمك والله يحييك تاكلون بالفواكه وفالطليان جوالي مقفل ارسل لي واتساب دق على العطق على الصب يقول عطني عمك ما تعرف تسويها شرهتك على المعزب معزبكم من يا ولد صحيح انت المعزب ما ربك تجي انت المعزب ترى الشرهه عدتك ما حاصل اللي غير هات تمارة هذه جلب العافية الواصل جلب الواصل أسلم عندي سؤال بسيط أنا كنا دوب جلست قهوني الحين خليهم تناوشتني بسؤالك تجيك تجيك القهوة طيب يلا ولد يا واصل كانك جاين عشان العيشة هذه لا تجي راح أستمع أنت ما عزمت على الشحم واللحم هذه نعمة الله اسكت العلوم تعدتك اسكت ولا تفتح لهم العلوم يا ولد الرجال هذا الحاكم يا غالي خلاص الرجال هذا الحاكم ولا لا الحاكم همسكم جننكم حنا خلاص يا ابو نجا خل الواصل السؤال يقول اذا نزل الراتب اول شيء تفكر فيه وشنو قرب مني صحن فاكهه لا حول ولا نزل الراتب انا اسال الله انه يطرح بركه لكن اول ما ابدا برع الشعير والبرسيم والرودس هذا سدد هذا تعاملي معه شهر كامل فيها اشياء اولويات والله انه هو ولا شيء لو ابور في يوم واحد اتاخر بعد الراتب انه زيد يخرب علي الشهر كله اسدده وثم بعدين ادرع الرودس ثم بعدين اشغال المسلمين سددوني عطى الاجيال ادري قبل اجف عرقه راعي الرودس له شهر جاف من عرقه من اللي تطلب قيمه ذبيحه من اللي جالسين هم؟ ايه واحد اثنين ثلاث اربعه استروا وجهك يا ولد يوم جاي والله مبرك منها خلنا ناخذ حق كلهم اخذوا جوائز لا انا مطلب 5321 ريال ها الحين اسالك بالله هذا انا متاكد ان من الارض ما ظنتي بغازي يا مال الشر اجيب لي منها وبنت الديره هلا يا ابو عبد الله اول شيء تفكر فيه اول ما ينزل الراتب ينزل الراتب ايه اللي اخذ منهم سلف والله صحيح بالله عليك ديون يا ابو بنت ما علي ديون بعد ما جيت معك قدام لا اجي معك ابو ربيع صح كان علي ديون قبل قبل اسمع قبل كان راتب عايدي يوم جاء معك صار ضغط عالي راتب يزود طيب اسمع بعد جيت مع غازي وش تفكر فيه اول ما كنت اشر هلا اوبا انا بعد جيت بغالي اسلف الحين انا ولا اسلف بعد الرجال شويه انا الرجال يا ابو نزل اشغل لا توصي هذا والله انه شغل شغل فيتو من تحت حفراوي اول شيء تفكر فيه اول ما ينزل الراتب اول ما ينزل الراتب الالتزامات اللي موجوده كهرب ايجار شيء من الامور دي ملعون والله انه ما يفكر في الراتب عنده مغسله بالحظر مغسله ملابس والله ما يدري متى ينزل هات صرف اصرف الراتب على حل هالملعون هات جيب جيب طلع افتح افتح تطبيق الراجع هذا مو فاهم افتح تطبيق الراجع والله شوف يا كل واحد يشيله قال ايه ترى عندي كذا مغسله بالحظر وبنشر مغسله وبنشر عندي حساب تجاري المغسله فيها بخار وفيها مغسله متكامله كل العسكر اللي بالحفر والله حتى انا والله يا الحفراوي ما بغيت اصدقها بس قلت يمكن تمشي والله 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 والبيت اللي بناه شفت هذا لو قريب يروح بس عشان يسجل يا ولد غير المغسله في جمعيات غير المغسله هذه المغسله الله يزيده من زوايد فضله جمعيات من 3000 ويجمع البطايق يجمع البطايق بعد يجمعها عشان الجمعيات الناس اللي في شوق
اول شيء تفكر فيه بعد ما انزل الراتب. ما ادري الراتب معه. اسمع يسد الطعميه السلطان. هذا كلام منطقي بس قلت يروح للبنات و... ومن إيه؟ من البدايه ما شاء الله روف ببنيات والله كل عصر تلقى عن طعميه السلطان مزينه شهوده شهوده يلا الله يصلحهم لك ويبارك لك فيما يعطيك يا ابو شر زي اول ما يجيك الراتب وش تفكر فيه؟ يجيني راتب يا ابو طيب انت وجعان الرجال كل نهايه شهر ميلادي يفتح للمشروع وانت تدور راتب الله يزيده بالزواج طيب اول ما يجيك ضربه قويه حق تايلان اول ما تفكر فيه وش؟ يحول لي 2000 والله قيمه تايلان تجيب براند جديد والله على الصدق والله ما في بالي شيء انا اجاوب عنك هذا قال لي في بالك كله يا ولد شفت اللي حوله من اللي محتاج من اللي عنده نقص من اللي عنده شيء هاك محمد راح يوصل لهم كله والله ما ممشي شبكه الغنم عندي الا واحد فشار 15 16 ذبيحه وبعدين ما عافتني في السعر اقول ب 1000 و 4000 و 5 في ناس اعرفهم اذا قلت ب 1000 قال اطرح طيب هذا الاطرح ما شغلني قال واصل مخلد قلت شرى ذبيحه من عندك مخلد كله وتكسس ثلاجه ما في انفط انا ما ادري ابو غازي اول ما ينزل الراتب وش تفكر فيه؟ ما عندي راتب يا ولد اول ما كنت موظف اول إيه؟ ما ينزل الراتب اي يوم كنت موظف صح اشتري حبحب متجوز من تحت الكبري فتح الحبحب ما جاء تحت الكبري ولقيت سلم عطى ميموري ايش ميموري عطى يا زكريك يا ابو غازي لا والله خليك لا والله اعطي امي وابوي اول شيء مخلد عيني في عينك اصدق لله والله ما تكذب والله انا الصادق والله ما كذب هذا ثم بعدين اروح لام غازي واعطيها المقسوم وقبل امك وابوك سددني وين ليش ما تسددني سددني على الواصل الواصل فات العشاء من شبح يا رجل طول السنوات تعطيهم سددني سددني انا لك عندي شيء انا وابو والله لا اخذ من اول قطر اللي على راسك لما اخذ ما تسدد والله لا تسددني وانت رجال حرامي والله لا تسددني والله كبار اثنين تتعامل معاهم حراميه مواشي الواصل والبعيد اسمع اسمع ما ضربناك على تقول ناخذ منه اخذت بوجهك والله لا تجيبها بوجهك يا مخلد ابد وجهك مع الرجال والله لا تسدد تابع ولا ما تابع شفتها ذبيحتي انا ما شفتها ذبيحتك ما تنشاف اصلا يقصصها مليان خرجان ثم جابها وطع انا بجيب لك مفطح يقول ثلاجه الرجال هذا ذبيحته ما تنشاف لا طول السنه ولا شيء والله تسددني وانها مثل غرامات هذاك ماخوذه ماخوذه والله لا تجيبها تشوف الذبايح اللي يسال عم ذيب والله اني لمستك شهرين ما رسيت اخذها والله اخذها من ابوي والله اخذها والله اخذها خلاص خلاص يا ابوي ابوه عطني بيته خلاص وعفى الله ساف اول ما ينزل الراتب ايش تفكر فوز مال بورو وقبل الراتب بيومين اسير اسرق في حديد العاب ما يترك حمار يا رجل يا رجل خلي الرجال يجاوب هاي بس افكر وش اقول للديانة اللي ما يلحقهم اسرع الله يرزقك يا ابو ان الراتب ينزل يروح على طول كل الديانة وكله الله يا ما في امركا وش ما نسوي؟ مرة الحديد اللي حتى سرقه ولا والله انه يسددني انا من ضمن اول الديانه اللي عشان ما يتوهق اللي جاء ضيوف اعرف انا تخطيطه هذا اكثر واحد احتاجه الله يرزقك من واسع فضله يا ابو عسى اللهم العمه اول ما ينزل الراتب وش تفكر فيه؟ منين؟ الراتب؟ الرجال يقدم على الماجستير ما يجي الى راتب يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا هو مخطط مخططاته وهو بوت كفينا نموت ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج هو خاله مثل المنشار واحد طالع ياكل واحد ناصر خاله ابو غالي يا ولد يا ابو غالي يا ولد ما في بلكه ما ياخذ على دلاله حدا اعلم 20 واحد ملحويه مقصده دبابات دبابات قطعه ارض يعرف على الكيلو يضحك من دم يطلع من يا بدر كذاب 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 والله ان اكبر عميل في المملكه للبيت اني مارك ياخذ دلاله هو وخاله 200 ألف يروح يتعشوا والحين يقص الدبابات الحين يقص الدبابات دبابات قالوا ايش تبعك قاعد قلت على كيف كل البيك هم ليش حاقدين على كذا؟ ما ادري أرس أول ما ينزل الراتب وش تفكر أنا أعلم ما يحتاج
بلوت ناب وعشي فارس نواف وماجد حامد. انا اعلمك ايش يقول هذول ابو ساره. السلام عليكم، التذاكر جاهزه، جهز الشنطه وانا بنمشي. هذا الى جهه انتداب 20,000 وكل ليل بالاستراحه علي بالطلاق. ان السمر عندي علي بالطلاق بس كلها كبسه حاشي ما فيها ذبيحه. هذا اللي مزحني عجله بالكرم ما يلحق احد. والله سفيه لحم حاشي، لحم حاشي ما فيها غنم. ما يفكر بكره، اليوم يخلص الفلوس اللي معك. انا من يوم عرفت يا جماعه خير شهاده حق ابو فارس، من يوم انه ودعا يقول اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. والله من يوم عرفت والله. ضياع لا يا حي ضياع.